السلام عليكم، رجعنا اليوم ثاني باش نديرو كيفية السلو. وهذه الكيفية هي حلوة، تقدم في سهرات رمضان. دائما رانا في مدينة مغنية، زلنا في غرب الجزائري. الحمد لله بلادنا غنية بالتراث والأكلات كما كتعرفوا. ولهذه الكيفية لازمنا زوج كيلو فرينة محمصة في الفرن، 2 كيلو فارين غريي أو فوغ، 1 كيلو داموند غريي مولي، كيلو لوز محمص ومرحي بقشورو، نص كيلو جيجلان، دومي كيلو دو سيزام غريي مولي، ان بو دو يانيس، نص شويه حبه حلاوه، مغرف كبيره، مغرف كبيره قرفه، اون كون كويير دو كانيل. Qui a une mesure, une grande mesure mélange entre le miel et le huile et le huile. Qui a kbira m'amra khalit bin zit adia ou asel. 500 grammes du beurre fondu. Nous qui nous a d'ailleurs. Nous devons chalter. Bismillah. Nous devons avoir une belle farine. Yani diru le wesh m'abadan. Farine, houlouz, jijlem. On va commencer à mélanger la farine, les amandes et les sésames, tous les ingrédients secs ensemble. Défaut carfa, morve kbira, zouj. Kima brito de hasbdok, mtamna hnaya zouj mgharf, 2 grandes cuillères de cannelle. Une grande cuillère de yanis, مغرف كبيرة حبة حلاوة، ونخلطو جميع المقادير مع بعض. كيما راكم تشوفو، ندخلو جميع المقادير مع بعضها. ضروري نستعملو يدينا باش المقادير تتجانس مع بعض. هذه التحلية تقدم مع الأتاي في سهرات رمضان، كذلك جبتو جديدة. نتمنى أنكم تجربوها، خاصة الناس الشرق. ندخلو عند لا شوية في المائدة تاعنا، نوعو نمشي دايما نقعدو قسنطينة قسنطينة، معليش نروحو شوية مغنية شوية تمسان وهران الجزائر العاصمة. هكا يكون عندنا صينية متنوعة وكل واحد ياكل واش يبغى. اللي ما نديروش ان طابلي بوغ تو لاجيري. واه 48 ملاية واش فوالا. كيما راكم تشوفو خلطوها مليح، ونبداو نضيفو بالزبدة بشوية. نضيفوها كامل، نضيف الزبدة نخلطو حتى نتحصلوا على عجينه. اون راجوت لو بور فوندو اون ميلانج جوسكا اون اوبتينير اون بات. مرا كتشوفوا نزيدو خليط العسل والزيت، خليناهم حتى مرا كتشوفوا On rajoute le mélange de huile et le miel. On mélange toujours avec la main jusqu'à en obtenir une pâte. كي نخلطوها مليح نحطوها في علبة ونخليوها تتشرب شحال تقعد باش تشرب مليح المقادير تاعها، الزبدة والعسل. نقولو 3 جور باش تنسجم مع العسل مع بعضها. كل ما قعد كل ما يبتا كل ما يزيد البنة تاعو، يعني كل ما تخلط المقادير مع بعض وزيد تعطي ذوق بنين للسلو.
Zo, dan moet ik hem weer hebben. كي ما راكم تشوفوا هذا هو السيل تاعنا. بعد شويه نرجع لكم بعد ما نكملوا وتشوفوه موجود في الاطباق ان شاء الله. هذيكم اللوز تاعنا السيل تاعنا بعد ما تشرب مليح حطيناه في الناسيات وزيناه بحبات تاع اللوز مقليين. تحبوا تزينوه باي مكسرات اللي بغيتوا، قرقاع، كاوكاو. احنا درناه باللوز. نتمنى انو تجربوا الوصفه وتعجبكم. هذه الوصفه لذيذه جدا خاصه في رمضان مع اتاي مشحر بالنعناع. الله الله. هذه الوصفه جد لذيذه، انا واحده من هي من محبين هذه الوصفه. نتمنى انكم تشاركوا في قناتي وتدعموني باللايكات واي تعليقات انتقادات انا نرحب بها وصحه فطوركم.